شيكابالا وماتش نهائي افريقيا انا تعمدت انسى التليفون. انا هقول بقى المشكله دي، عملت المحاضره قبل الماتش بيوم وتعمدت انسى التليفون عشان شيكابالا انا عايز اتكلم معاه. لا تاني كده معلش، تعمدت تنسى التليفون؟ انا بعمل محاضره قبل الماتش بيوم بالليل بعد العشاء، فانا تعمدت انسى التليفون عشان ارجع اصبر، لان شيكابالا قال لي ايه كابتن بعد المحاضره انا عايز اتكلم. ماشي. فسبت التليفون شيكابالا لي حاجه ارجع. ماشي. ورحت راجع وكان الباب مقفول، فسامع شيك عمال بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم احنا تحت امر الراجل ده لغايه الماتش ما حدش هيفتح بقه. قال تمرين 6 الصبح، قال اقعد بره، قال خش جوه، روح مصر انتوا هتعملوا ده غصب عنكم. هتعملوا الكابتن هيقوله. خدت بعضه مشيت. وسبت التليفون. خلاص كده، خلاص كده. انا عرفت انا انت اللعيبه وصل لها ايه؟ بالظبط. فقد ايه انبسطت ان ده تأثيري واحنا مغلوبين 3 وفي اوحش موقف ومتقطعين، ومع ذلك الجو مشي حديد.